بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الخلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضم الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فأعمهم للدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمته ومنته وفضلا فهذا أمره وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وبالعبده وبالعمل ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا نطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد تركه أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعاد الراغبون عن أبيه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما رحل الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما ثم أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعيدا عن التحريم وبعيدا عن المضاهرات عودة إلى الإيمان ينبغي أن نعود إلى الإيمان وأن نعرف شرف الإيمان ينبغي علينا إلى الله أن نتذكر نعم الله عز وجل علينا قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعم الله عز وجل أكثر من أن يحصي العباد وحق الله عز وجل أثقل من أن يقوم به العباد ولكن اصبحوا تائبين وابسوا تائبين النعم كثيرة لعباد الله ولكن نعمة الإيمان تتضاءل دونها النعم تمنى الله عز وجل على عباده هذه النعمة فقال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين كما تمنى الله عز وجل على المؤمنين بأنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان قال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لشرف الإيمان عباد الله مدح الله عز وجل المؤمنين بإيمانهم فقال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كما ذكر الله عز وجل صفات الأبرار ومدحهم الله عز وجل عندما توسلوا إليه بالإيمان لأنهم عرفوا شرفه
الثانية في عبادة الله عز وجل، ثم أشركها مع الله عز وجل غيره، وبات هو فاقد لهذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان، لحبط جميع عمله ولكان من الخاسرين. Well,
التي لا نور الذكر ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات الرياء إلى نور الإخلاص واليقين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. من ثمرة الشجرة الطيبة دفاع الله عز وجل عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آمنته بالحرب. آمنته أي أعلمته. من آذى لي وليا فقد آمنته بالحرب، أي أعلمته أنني محارب له، حيث أنه كان محاربا لي بمعاناتي وليا من أوليائي. فمن ثمرات الشجرة الطيبة دفاع الله عز وجل عن أهل هذه الشجرة، شجرة الإيمان. من ثمرات الشجرة الطيبة كذلك عباد الله أن الإيمان هو أعظم شيء يتسلى به عند المصائب. فانظروا إلى يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف كان يحب ولده يوسف، ولما استأذنه إخوة يوسف في أن يذهبوا به بزعمهم يرتع ويلعب، اعتذر إليهم أولا فقال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، فهو لا يستطيع أن يفارق هذا الولد النجيب الذي كان يرى يعقوب عليه السلام أن نعمة الله عز وجل على هذه الأسرة المباركة ذرية إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. فيكون يوسف نبيا بعد أبيه يعقوب، وبعد جده إسحاق، وبعد جد أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. فقال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. ثم اعتذر ثانيا فقال: وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون. فكيف صبر يعقوب عليه السلام هذه الملل المتطاولة؟ وقال: صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. لولا أن الله عز وجل صبره بالإيمان وهدى موسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، ألقى الله عز وجل عليه المحبة كما قال عز وجل: وألقيت عليك محبة مني. ولما رأته امرأة فرعون قالت: قرة عين لي ولك. كيف كان حب أمه له؟ ولما بلغها أنه وصل إلى بيت طاغية فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قيل: من كل شيء إلا من ذكر موسى، إن كادت لتبدي به كادت تصرح بأنه ولدها. لولا أن الله عز وجل لطف على قلبها لتكون من المؤمنين. فالإيمان عباد الله أعظم ما يتسلى به عند المصائب. من ثمرات الإيمان كذلك عباد الله أن أمر المؤمن كله له خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دائما في خير وفي نعمة وفي ثواب وفي رحمة من الله عز وجل. فهو إذا كان في نعمة وسراء فإنه يشكر هذه النعمة فيزداد عند الله عز وجل ويعظم أجره عند الله عز وجل، وإن كان في بلاء فإنه يصبر ويرضى فيأخذ على ذلك الأجر من الله عز وجل. وليس ذلك إلا للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر
وفي رواية فيثني عليه الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاد البشرى المؤمن، كم محبة الخلق الأنبياء والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل والملتزمين بشرع الله عز وجل. هل تجد في قلوبهم حبا لأهل المعاصي؟ هل تجد في قلوب الخلق حبا لأهل البدع والمنكرات؟ مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا. ثم مروا عليه بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأولى أثنى الناس عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنى الناس عليها شرا فوجبت لها النار. قال: أنتم شهداء الله في الأرض. هذه الأمة لا تشهد لأنفسها فحسب، بل هي تشهد لجميع الأنبياء يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى المحب يوم القيامة فيقول الله عز وجل: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول القوم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. يكذبون على الله عز وجل. فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ قال: محمد وأمته. قال: فيشهدون. ويكون الرسول عليهم شهيدا. ثم تلا قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأهل الإيمان عند الله لهم مبشرات في الدنيا، فمن ذلك محبة الخلق وثناء الخلق، ومن ذلك كذلك عند الله الرؤيا الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، قد تكون من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أهلها. قد تطلق شهادة في سبيل الله عز وجل، قد تنال العلم النافع، ولكنك تنال ذلك بفضل الله، وأيضا قد تبشر بذلك قبل أن تناله. نزيد من الفضل من الله عز وجل. فهذه مبشرات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، قال: هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وبقاء جزء من النبوة ليس بقاء للنبوة، فذهبت النبوة وبقيت المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. المؤمنون يبشرون عباد الله أحوج ما يكونون إلى البشرى، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وفي الآية قولان: القول الأول أن هذا يكون في كل وقت وحين، ملائكة الله عز وجل تنزل على المؤمنين، تزيل من قلوبهم الخوف وتزيل من قلوبهم الحزن. والخوف يكون من شيء في المستقبل، والحزن يكون على شيء فات. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص
تنزل عليه الملائكة في هذا الوقت الحرج تبشره بجنة الله وتبشره برحمة الله عز وجل وتزيل من قلبه الخوف وتزيل من قلبه الحزن. وإذا خرج الروح عباد الله بشرا برحمة الله عز وجل ورضوانه تأتي الروح تشاهد وسط البلد ثم تسير فوق البلد أو تطير فوق البلد وتقول قدموني قدموني لأنها تعلم أن هذا البلد يساق إلى روضة من رياض الجنة وأن الروح تكون في جنة الله عز وجل تعلم في شجر الجنة فأرواح المؤمنين في الجنة وأجسادهم في قبورهم في رياض من رياض الجنة. أما الكافر والفاجر عباد الله فإن روحه تبشر بالسخط والغضب اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتخرج فتغرق في جسد وتغوص في جسد فينتزعها كما ينتزع الخدود من الصوف المبلول وإن الألم رائحة خبيثة وتأتي روح الكافر والفاجر تشاهد تغسيل البدن ثم تطير فوق البدن وتقول يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها لأنها تعرف أنها سوف تحبس في النار وأن الجسد يساق إلى حفرة من حفر النيران. فإذا كان القبر عباد الله فإن المؤمن يفسح له في قبره ويلبس من ثياب الجنة ويفرش من فراش الجنة يجهز كالعروس التي تجهز لعروسها ويفتح له باب إلى الجنة يأتي بالريح وطيبها ويرى مقعده في الجنة فهو في روضة من رياض الجنة ولكن النعيم الذي ينتظره أكبر من النعيم الذي وفيه فيقول رب أخذ الساعة رب أخذ الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي ويدخل عليه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيستبشر فيقول من أنت إن وجهك الرجل الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح الصلاة عباد الله والصيام والصدقة والإصلاح بين الناس والصدق والعفاف والإيفاء بالوعد وبر الوالدين وصلة الأرحام تمثل له هذه الأعمال الطيبة في صورة شخص حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول من أنت إن وجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح. أما الكافر والفاجر فيفرش من النار ويلبس من النار ويفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها وحرها ويرى مقعده في النار في العذاب الأكبر لأن عذاب القبر من العذاب الأدنى. قال عز وجل وتذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. استدل به ابن عباس رضي الله عنهما على عذاب القبر قال وهل قال هذا في الدنيا ما قال العذاب الأدنى أي تعذيب الكافرين في الدنيا بل قال من العذاب الأدنى
عمل الصالح، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من ذلك أن الملائكة تبشرهم برحمة الله وتقول: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وتزفهم إلى جنة الله عز وجل. فإذا دخلوا جنة الله عز وجل دخلت عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لو نال العبد نعيما في الدنيا فإنه يحزن أن ينتهي هذا النعيم وأن ينقضي هذا النعيم وأن تنتهي مدته، ولكن أهل الجنة يبشرون بالخلود بمجرد أن يدخلوا جنة الله عز وجل وتدخل عليهم الملائكة من كل باب تلقي عليهم السلام: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فأي خير وسعادة وأي بشر وأي هناء لم يبشر بها أهل الجنة ولم يبشر بها أهل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من ثمرات الشجرة الطيبة شجرة الإيمان الأمن والاطمئنان، قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وثبت هذه الآية على الصحابة الكرام وقالوا: أئنا لم يظلم نفسه؟ قال: أن تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهذا من العهد الذي يراد به الخاص، أي أن الظلم المراد في هذه الآية هو أظلم الظلم والشرك بالله عز وجل. فنعمة الأمن ونعمة الأمان هي من ثمرات الإيمان، فنسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا وفي بيوتنا وكذلك في بلاد المسلمين جميعا. من ثمرات الشجرة الطيبة عباد الله شجرة الإيمان، أن الإيمان هو بلاد المؤمنين ومعاد المؤمنين. إذا خوفوا بغير الله لجوا إلى الإيمان، وإذا أتتهم نعمة لجوا إلى الإيمان، وإذا أتاهم بلاء لجوا إلى الإيمان، وإذا فعلوا طاعة لجوا إلى الإيمان، وإذا فعلوا معصية لجوا إلى الإيمان. فالإيمان بلاد المؤمنين ومعاد المؤمنين. فإذا أتتهم نعمة لجوا إلى الإيمان فعليهم المنعم بهذه النعمة وعليهم النعمة، ولا يقولون كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي، أي بمهاراتي وذكائي. بل يعتقد بأنها نعمة وفضل من الله عز وجل، والله تعالى يسخر الرزق لمن يشاء ويقدر. فإذا أتتهم نعمة لجوا إلى الإيمان فعرفوا النعمة وشكروا المنعم بها، وإذا أتاهم بلاء لجأوا إلى الإيمان من الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، وإذا فعلوا طاعة لجأوا إلى الإيمان بأن يعرفوا بأن الله عز وجل هو الذي وفقهم إليها. وإذا لم يكن الله عبد للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج الذين يكفرون الناس ويكفرون المجتمعات ويعاملون المسلمين بنظرة دونية كأنهم كفارهم أحبابهم المسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يحضر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: يدعون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، كما يحدث في سوريا اليوم من دولة داعش، حيث أنهم يدعون بشار وما يفعله الشعب المسلم ويقتلون المجاهدين الذين يجاهدون من أجل رفع راية الله عز وجل. فهؤلاء رجال الله ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم تساب ظلما وزورا. فإذا لم يكن من الله عون
الإيمان، وإذا فعل ما